بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة من حبايبي المتابعين بتوعي، أنا بحب المتابعين بتوعي جدا، مش عشان حاجة والله، أنا بحسهم إخواتي الصغيرين أو أولادي، وبالذات أولادي. بحس إن أنا يعني بفرح قوي لما حللهم مشكلة عندهم. فواحدة من المتابعين دول طلبت مني إن أنا أعمل فيديو عن المشاريع صغيرة مربحة من البيت. فأنا الحقيقة بحثت ودورت لغاية ما جبت لكم 7 أفكار لمشاريع حلوة جدا وتنفع جدا من البيت. هدخل في الموضوع على طول. أول مشروع إكسسوارات. طبعا كل الستات كل البنات بتحب الإكسسوارات وبتحب تغير فيها وبتحب تشتريها جدا، وخصوصا بقى لو هي من جودة معينة او من نوعية وبجودة عالية. الحقيقة في فيديوهات كتير جدا بتعلم الاكسسوارات دي، وبتقول الخامات بتجاب منين، وبتقول الطريقة بكل دقة وبكل تفاصيل. انا اعرف قناة منهم اسمها قناة فريدة للاكسسوارات، برضو بتعلم الاكسسوارات بطريقة هايلة جدا، والحقيقة لها متابعين كتير جدا جدا عشان هم بدأوا يفهموا منها وبدأوا فعلا ينفذوا اللي هي بتقوله واستفادوا فعلا منها قوي. تمام، لو مش حابين القناة دي روحوا اي قناة تانية. المهم ان في قنوات بتعلم طريقة عمل الاكسسوارات دي في البيت، والحقيقة بعد فترة من الزمن بتلاقيها بقت جودة عالية جدا ومربحة معاكي جدا. طبعا بتسوقيها مع لو انت تعرفي حد بيشتغل، لو انت تعرفي جيران، لو انت تعرفي معارف، بتقترحي عليهم او بتعرضي عليهم الشغل بتاعك، وبعدين بتطلبي فيه ثمن معقول. لازم يكون ثمن معقول في الاول، يعني ما تحطيش مكسب كبير علشان الحاجة تتباع معاكي بسرعة وتدوري فلوسك بسرعة. ممكن برضو تعملي معارض، تدوري على النت كده على معارض بتتعمل في نوادي او في اي مكان، وتروحي برضو تجمعي الشغل بتاعك وتروحي تعرضيها في يوم كده، تأجري مكان وتروحي تعرضي الاكسسوارات بتاعتك. الحقيقة ناس كتير عملت المشروع ده وربحت منه مبالغ حلوة، وعقبالك كل اللي عايز بإذن الله يلاقي الحل ده بالنسبة له كويس ومربح. تاني مشروع المخبوزات. الحقيقة أنا كمدرسة كان في مرة من فترة كده طلبوا مننا إن احنا نعمل حاجة اسمها وحدة منتجة، فكنا بنتعاقد مع مخبز وكان بيجيب لنا مخبوزات متغلفة كده في المدرسة. عرفت من الراجل ده أو من الشاب ده، هو لقيته شاب جدا، شاب يعني في سن الشباب وطموح جدا، علشان كده بدأت تتكلم معاه واسأله. الحقيقة هو قال لي ان هو بيتعاقد مع مدارس كتير ومواعيده مظبوطة جدا، وده سر نجاحه. وما شاء الله خلال سنة واحدة كان عنده مصنع للمخبوزات. الحقيقة الولد ده او الشاب ده يعني ما نساهوش، مع ان الموضوع ده كان من فترة كبيرة، لكن ما نساهوش، لا، علشان هو كان شغله قد كده متقن وقد كده مواعيده ثابتة ومنتظمة، بحيث ان احنا مش قلقانين خالص ان هو هيجي وهيدينا الشغل بتاعنا. كل المطلوب شهادة صحية بتتعمل بمنتهى البساطة، وبتدخلي على النت تشوفي المخبوزات اللي انت بتحبي تعمليها، يعني سواء كيك سواء حجازية بيتزا، اي مخبوزات انت بتحبي تعمليها. في دلوقتي منتشر جدا بسكوت ال10 دقايق، ممكن برضو تعمليه وتلفي على اي اماكن، مش شرط مدارس، ممكن حضانات، ممكن مصانع، ممكن اي حاجة. فكري كده هوت وشوفي حواليكي ايه اللي ممكن او مين اللي ممكن ياخد منك الشغل ده، واعملي الكميات اللي هي المطلوبة منك، اعمليها بالليل او قومي الفجر واعمليها، ووزعي الانتاج بتاعك او اعرضيه على النت على الماركت او على الاوليكس او على اي حاجة. هتلاقي دلوقتي الحقيقة التسويق اسهل بكتير، لان هو في نت وفي متاح للناس كلها النت، ومتاح للناس كلها انها تسوق البضاعة بتاعتها.
مخبوزات مشروع مربح جدا جدا، تمام؟ وشوفي الحاجة اللي انت بتحبيها وهتلاقي الموضوع سهل جدا جدا بالنسبة لك، سهل ان انت تتعلميه وسهل ان انت تتقنيه، تمام؟ ثالث مشروع هو التسويق الالكتروني. الحقيقة المشروع ده جميل جدا جدا، كل اللي مطلوب موبايل ولاب، او ممكن مش شرط لاب، يعني ممكن موبايل ونت في البيت، واي فاي في البيت. بس هتدخلي على المواقع وهتشوفي ايه اللي مطلوب، او هتدخلي على الماركت تشوفي افكار بالنسبه لك، تشوفي ايه اللي ممكن تعمليه او تنفذيه من المشروعات دي وتعمليها او تشتريها وتسوقيها برضو على النت. او في ناس تانية مصانع بتحب تطلب ناس مسوقين على النت، مشروع بقى، او ناس بيتاجروا، او تجارة ملابس، تجارة مفروشات، تجارة اي حاجة. بس في النقطة دي انا بحب احذر كل البنات ان لازم ياخدوا بالهم جدا ان الموضوع يكون جد، ما يكونش تدخلي على موقع. الحقيقة انا اخاف على بناتي جدا، وعشان كده مش اي لينك تدخلي عليه، لكن لازم تتأكدي ان الموضوع جد وان دول تجار فعلا وبيتاجروا وبيعملوا شغل حلال وشغل مظبوط وتمام. خلاص. رابع مشروع معانا المشروع خياطة الملايات. لو عندك مكنة في البيت هيبقى المشروع سهل جدا. لو ما عندكيش، في أماكن في السوق، في أي سوق هتلاقي مكان كده أو محل بيخيط لأي حد أنت عايزة تخيطي، يعني لو عندك أي حاجة عايزة تصليح، عايزة حاجة، ممكن يخيط لك ملاية، ممكن يخيط لك. المهم اشتري قماش كويس بذوقك بقى وباختياراتك، وروحي خيطيه عند الراجل ده، وحطي لنفسك نسبة ربح معقولة، واعرضي الشغل ده على النت. هتلاقي برضو المكسب بإذن الله، وممكن برضو تلفي بالملايات دي او بالأطقم السرير دي على المدارس، على الحضانات، على اي اشغال، اي شركة، اي حاجة، اي مصنع، اي شركة، اي حاجة، تمام؟ وبرضو في ناس انا عندي في المدرسة بييجوا يبعدنا الحاجات دي وبالتقسيط. الحقيقة حكاية بالتقسيط دي بتشجع كتير على التسويق. بلاحظ ان الناس اللي بتبيع المفروشات دي او بتبيع اي حاجة بيبيعوا بالتقسيط، فبيكسبوا مبالغ طائلة، لانهم بيشجعوا الناس حتى اللي معهمش فلوس ان هم يشتروا، ويشتروا بدل الواحد اتنين، علشان هم هيدفعوا بالتقسيط المريح. فالحقيقة حتة التقسيط دي مناسبة جدا وبتشجع الناس على الشراء. خامس مشروع، مشروع فساتين اطفال. الحقيقة أنا عملت فستان لبنتي زي ما قلت قبل كده، وهي كان سنها حوالي 4 سنين من بواقي قماش كانت عندي، وأنا الحقيقة ولا أنا محترفة ولا أنا خياطة ولا عندي مكنة ولا أي حاجة، بس بمنتهى البساطة عملت الفستان وطلع جميل جدا وعجب الناس كلها. فأنت لو عندك موهبة الخياطة أو حتى استعداد، شوفي فيديوهات تعليم الخياطة، ومش لازم تعليم خياطة قوي، يعني في فيديوهات للمبتدئين بتعلم ازاي بأبسط الطرق تعملي فستان طفلة. والحقيقة المشروع ده ممتاز، لان فساتين الاطفال او هدوم الاطفال عامة غالية جدا برة، فلو لقوا ان انت بتبيعي بسعر معقول الحقيقة هيبقى فيه اقبال شديد جدا بإذن الله، تمام؟ المشروع اللي بعد كده ممكن نعمل اي حاجات حلوة، سواء توفي، سواء بونبوني، سواء سمسمية، اي حلويات، ونغلفها بغلاف حلو كده شيك، تل او قماش شكله حلو كده، ونحط له شوية دانتيل وشوية حاجات كده، يعني حاجات مبهجة كده للاطفال. الحقيقة الحتة دي هتبهج الاطفال جدا، وهيقبلوا عليها اول ما هيشوفوا المنظر، التغليف بتاعها الحلو ده هيقبلوا عليها جدا. لو روحتي برضو او عرضتيها على النت هتلاقي ناس كتير هتقبل عليها بإذن الله. اي حلوة انت ممكن تعمليها في البيت،
او برضو ممكن بسكوت ال10 دقايق، ممكن بيتي فور، ممكن. والحقيقة دلوقتي الحاجات دي مش محتاجة أجهزة ولا محتاجة أي حاجة، بأقل الإمكانيات ممكن تعملي الحاجات دي. ممكن تعملي بيتي فور بشوكة، ممكن تعمليه بغطاء إزازة، ممكن. يعني أنا بشوف الحقيقة أفكار كتيرة جدا وحلوة جدا. فممكن تعملي البيتي فور أو بسكوت ال10 دقايق أو الحاجات دي، وتغلفيها أو تحطيها في أكياس صغيرة كده من التل أو من قماش البينك ده، لونه حلو كده، على حرفها دانتيل، على حرفها أي اكسسوار، أي ستراس كده حلو. الحقيقة الحاجات دي رخيصة جدا، القماشات والكلف والحاجات دي رخيصة جدا، لو جبتيها بالجملة كمان هتبقى رخيصة جدا. حطيها، اعملي كمية كده واعرضيها على النت، واعرضيها على أي حد انت تعرفيه، وإن شاء الله هتلاقي إقبال. في برضو مشروع توك الشعر، ده مشروع سهل جدا جدا. بتجيبي شوية شرايط ستان أو شوية بواقي قماش عندك، أو تشتري شوية بواقي في أماكن للحاجات دي، وتخشي برضو على فيديوهات تعليم التوك، وبتلاقي إن الموضوع سهل جدا جدا بالنسبة لك، وإن شاء الله إن شاء الله تقدري تنفذيه بكل بساطة. وإن شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم بإذن الله، ويا رب الفيديو يكون عجبكم وعجب صاحبتي وبنوتي اللي هي طلبته مني. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. ألف سلامة.